اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل معانا مختلف، بمذاق مختلف، وكمان بشكل مختلف. هنعمل النهارده المبكبكه، معروفه ان هي بتتعمل بالدجاج، واشهر المبكبكات بتتعمل بالدجاج، ولكن نعملها النهارده باللحمه الضاني، بالتاكيد هيكون لها طعم تاني مميز. الشيف المغازي دايما له تركايه كده في عمل الاكلات اللي فيها تفاصيل. هنشوف هنعمل المبكبكه ازاي باللحمه الضاني واللحمه تستوي قبل المكرونه. معانا كمان سجق النهارده، هنعمل طاجن السجق الجميل الحلو ده، هنعمله بالبصل والطماطم وهخليه سبايسي شويه. الاكلات في الشتاء غير الاكلات في الصيف، في الشتاء لازم تكون شويه سبايسي ودسمه زي الكوارع وزي طاجن العكاوي والحاجات اللي احنا عارفينها. طبعا الحلو النهارده البطاطا المقليه، هنعملها صيامي عشان اخواننا المسيحيين. كل عام وحضراتكم بخير. احنا معانا النهارده طبقين حلو وطبق شوربه. طبق شوربه الطماطم النهارده من غير كريمه، هنعملها شوربه الطماطم بالكرفس صيامي، هتبقى لطيفه وجميله، وهنحط معلقه سكر عشان مشاكل الحموضه. اما البطاطا الحلوه النهارده ده اختراع المغازي، هنشوف ازاي نعملها مقليه كريسبي كده، حاجه عامله زي الزلابيه. تفاصيلها هنشوفها في الحلقه ان شاء الله. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي شغل كتير النهارده للامانه، وعندي معلومه غير معلومه وتفاصيل كتيره في الحلقه، لان الاطباق مميزه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض تفاصيل الحلقه هتمشي ازاي. المخرج بتاعنا الجميل بيقول النهارده انت كريم، يعني في اطباق كتيره للامانه، هي والماتيريال مش كتير ولا حاجه، هي تعدد الاطباق على السفره وتعدد الاذواق في الطعم. بتبقى السفره الواحد عايز ياكل من طبق فول ماشي، ما لقاش الفول عاجبه هيخش على طبق كبد وهكذا. النهارده هنعمل المبكبكه، اللحمه الضاني او اللحمه الكندوس حسب الرغبه، هنعملها بالفراخ، بس انا حابب اعملها باللحمه النهارده لان مشكلتنا مع اللحمه بتاخد وقت كتير في السوى، واحنا الطبيعي ما بنعملش عمليه توازن او نسبه وتناسب ما بين تسويه اللحمه والمكرونه، يا اما المكرونه تعجن مننا يا اما اللحمه تطلع مش مستويه. دايما المبكبكه باللحمه لما بنعملها يطلع فيها مشكله، يا المكرونه تعجن يا اللحمه مش مستويه. تعالوا نعالج المشاكل دي مع طبق المبكبكه النهارده باللحمه الضاني. لحم ضاني حسب عدد افراد الاسره، معانا كيلو، معانا المكرونه الصغيره بتاعت الكشري، معانا بصل وتوم، معلقه هريسه حلوه، ومعلقه صلصه طماطم، معلقه سكر، وما تنسوش طبعا شويه بقدونس مفرومين، والبهارات العربيه بتاعتنا اللوم. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه دايما تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى. حلو قوي، بعتذر عن صوتي يعني معلش، هو شويه برد كده، بس انا يعني ايه بحب اقاوم، ما بقدرش ان انا اخضع له خالص يعني، الحمد لله رب العالمين، فضل من الله. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل المبكبكه. سامحوني يعني، هنحط معلقتين من الزيت. حلو الكلام. ومع الزيت ده يا عم الشيف نحط معلقه سمنه صغيره كده. انا بحب البصلايه تاخد لون الكرمله بتاعتها قبل ما بنحط عليها اللحمه، تفرق بقى. هنا المدرسه يعني ايه يا شيف؟ تاني المعلومه دي، البصلايه دي لما تاخد لون الكرمله بتاعتها والطعم بيعود على طعم اللحمه وطعم المكرونه والصلصه، عكس ما تكون نيه، عكس ما تكون البصلايه ملهاش كده لون يعني بيسموه مش معروف، لا البصلايه لازم اخد لونها اهو،
والدليل على كده لما بنعمل شوربة البصل أو الرز الصيادية بتلاقوا طعم البصل هو سيد الموقف. خلي بالكم أنا دايما معايا البوكيه جارنيه بتاعنا، المخرج ده الجميل حفظه خلاص اهوت. ده النهارده مهم بالنسبة لي، فيه بصل وكرفس. إيه الألوان الحلوة دي يا شفيق؟ بص على ألوان الشتاء بخيره. معانا جزر وكرفس وبصل وتوم وإيه كمان وحبان فلفل أسود مجروش أهو زي الفل. تمام، حمر البصلية كده وشوية توم حلوين، اللهم صل على النبي كده، والتوم بيتحمر يسقط عليه اللحمة المكعبات. فلفل ده ماشي ماشي مش هيقول لا. وادي اللحم بتاعنا متقطع مكعبات صغيرة كده، ويفضل يعني لما تعملي المبكبكة اللحم يكون من غير عضم. تاني، يفضل لما تعملي المبكبكة اللحم يكون من غير عضم، يعني توصي الجزار يقطع لك حتة اللحمة مكعبات، قولوا له اعملها خضار مثلا ولا حاجة. ما دايما لما بروح للجزار حبيبنا اللي ندعي له دعوتين حلوين عشان يكون صادق معانا في قطعية اللحمة، هيقول لك عايزة اللحمة خضار يا مدام، عايزاها ليه رز معمر، عايزاها مثلا تعمليها شوربة، تعمليها مفروم. شفت اللحمة في قلب الحلقة، ايه الحلاوة دي يا شفيق؟ بص على الحلاوة دي، بص على الحلاوة، لحمة استوت. نعم، ما انا بس خلي بالك ما برضاش اطلع الهواء غير لما تكون الطاسه بتاعتي سخنه، يعني اقعد اضيع نص ساعه بقى على الهواء على الطاسه ما تسخن، ولا على طول كده اضرب الحديد وهو ايه سخن. سيب اللحمه كده زي الفل. تمام يا عم الشيف، تعالوا مع بعض عمليه التسويه هتتم ازاي. نبدا نبهر اللحمه دي. خدت البصله، خدت التومه، ولون البصله والتومه لطيف وزي الفل. البهارات بتاعتنا هي اللي بتقول الاكله حلوه ولا مش حلوه. شويه بابريكا حلوه، شويه كمون، شويه كركم حلو قوي، الملح والفلفل بتاعنا زي الفل يا عم الشيف. المبكبكه دي لازم تكون اكله لها طعم، وطعمها بيكون قوي جدا مميز، يعني كتري بهاراتك فيها، التست بتاعها يكون عالي. شفت حته اللحمه خلاص. المشاكل اللي بتحصل معانا بقى من ضمن الحاجات، يعني انك انت تجيبي ميه من الحنفيه تزودي بقى الحله. طبعا كل الامهات اللي بيتابعوني دلوقتي بيقولوا لا، انك تجيبي مثلا يعني ميه مثلا تقولي خلاص، يعني خلاص اللحمه استوت او اتحمرت، تبداي انك انت ايه عشان تسويها تحطي ايه ميه. لا، لازم يكون عندك الحله صديقتي اللي معايا دي اهي، بصوا عليها اهي، هاخدها كده. واساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، يلا هو ده. العب. يا ويلي راح البرد يا شيخ. الله، ده في ريحه كده تخلي الواحد دي يعيش جواها. انا هزود الشوربه والمرقه لان انا هسلق فيها المكرونه بس. خلاص، اللهم صل على النبي. نقلب. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ لا مش هحط طماطم خالص دلوقتي. دي معلقتين طماطم يضربوا في الخلاط او طماطمتين، معلقه هريسه حلوه انا بحبها دايما مع المبكبكه بالذات. خلي بالك البهارات بتاعتنا العربيه اللي زي دي كده، اللومي، قرنفل، والليمون ده كده حلو، ونسيب الحله دي تستوي براحتها خالص لان عندنا لسه شغل كتير. حلو الكلام كده. دورك انت هنا، دور النار بقى. تفاصيل تاني. الحله دي على النار كده هنعمل المبكبكه فيها. نسيب اللحمه تستوي. اللحمه استوت وتاكدنا من سواها تمام، ونشيك عليها قبل ما ننزل بالمكرونه. نسقط المكرونه. ويفضل طبعا في المبكبكه المكرونه ما تبقاش معجنه، خلي بالك. طبعا انت ليكي حريه الاختيار، ولادك بيحبوا الحار، تسالي ضيوفك ايه المشكله، مش تعملي الاكل على مزاج زوجك مثلا. لا يعني مثلا بتحبوا انا هعمل مبكبكه النهارده على الغدا يا شباب، اسال يا حبيبي كده حبايبك صحابك يحبوها سبايسي، احط فيها فلفل مش كده، يبقى احنا نحط نعمل شويه صلصه حلوين سبايسي على جنب، اللي عايز زي الكشري كده يحط عليها،
ونخلي الاكل بتاعنا لاعتدال حلو، لا هو حار قوي ولا هو ايه دلع قوي، ده المفروض يعني. مش انا قاعد بقى اجباري لازم اقعد اهو على بوقي وانا باكل مبكبكه واكله بس زي دي كده، طبعا ما ينفعش. نيجي لطبق السجق اللي انا هعمله دلوقتي، طاجن السجق بالبصل والطماطم. هنعمله ازاي؟ بطريقه سهله وبسيطه، تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. طاسه شديده الحراره على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حلو كده. هشتغل في السجق. عشان اعمل طاجن سجق، مقاديره على الشاشه. يلا. حاضر عيني. شويه سجق ضاني بتصويت بتوصيه من الجزار بتاعنا. سجق بلدي معانا بصل وطماطم وتوم وفلفله حلوه وشويه بقدونس، فلفل حار، بصل اخضر هيشارك في الطاجن ده، حابب بصراحه، يمكن مش مكتوب في المكرر بس انا هستخدمه. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه بنزل بيها بحلقات البصل. اللهم صل على النبي. شفت بقى الشقاوه؟ هو ده. وانزل بالفلفل عليه زي ما انا شغال كده. في ملعبك الصوره دي يا شفيه، انا عارف في ملعبك. انا عارف اريك، انا مذكرك. حلو الكلام، تمام. كل دول مع بعض يا عم الشيف، كل دول مع بعض. وهزها هزه كده، هزه هزه. فص توم محترم. وغطيها بالايه؟ بالغطا بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي. دي لازم نغطيها تغطيه صغيره. ليه يا عم الشيف؟ انا عايز البصل مع الفلفل كله مع بعضه ينسجم. اهو. نسيبها شويه. يكونوا جهزنا السجق بتاعنا. تعالى يا باشا. السجق بتاعنا من عند جزار حبيبنا. هناخده كده بسكينه، السكينه تكون حاميه. عينيا. حاضر. السكينه فين؟ حلو. هناخد كده. اللهم صل على النبي. تمام. هناخد السجق ده كده. قد ايه يا شيف؟ حسب عدد افراد الاسره. مش هنقول لك هاتي كيلو بقى ولا هاتوا نص. لا انا بقطعه نصين كده، وسكينتك تكون حاميه عشان ما يتهريش بين ايديكي وبين السكينه، وتنزلي بالسكينه مره واحده. عندي زيت شديد الحراره. القطيعة دي حلوة. حلو قوي. ومعايا البصل الأخضر ده كده، باخده بالطول كده. بصل أخضر في الطاجن يا شيف. نسأل اليابانيين، نسأل إخواننا في الصين استخدامهم للبصل الأخضر في كل الأطباق بتاعتهم. بداية من الفرايد رايس بتاعهم لكل الأطباق التشاينيز بتاعتهم. هناخد كل ده مع بعضه كده ونشيل الحاجات دي كده، وتعالى اعلمك تعملي طاجن سجق بمدرسه المغازل. زيت على النار. اللهم صل على النبي. تمام. هنيجي هنا كده. عينيا. انا والله ما اعمل حاجه غير لما تقول لي اعمل. انت ايه؟ هو ده الكلام، ده الشغل. تعفيره حلوه يا ويلي يا ويلي. ده الشغل يعني. بص السجق احنا ايه تعبناه معانا، سندوتش سجق، مش عارف طاجن سجق. دي مدرسه هي مختلفه زي ما هو كده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هتلاقي حباية السجق في قلب الطاجن وركي فرخ. العب يا سمك. بس
نشوف اخبار البصل والطماطم اللي في قلب الطاسه. اخباره ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. اهو معانا البيون بتاعنا الحلو اللي نفعنا اهو اهو اهو. بس والله جاي على بالي اعمل حاجه حلوه، اختراع يعني. لو عدك الحله دي زغرتي في قلبك. اه والله زغرتي، سمعت الزغروطه. ايه المشكله لما اخد منها شويه كده والجار لجاره؟ ده المطبخ. اه يا ويلي. فيها توابلها، فيها طعم، فيها ده المطبخ. بس اذا مش عندك خدي ده. ده موجود عندك. يا ويلي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ مايسترو مايسترو. بس خلاص تمام. ده الطاجن السجق اخباره ايه؟ ما نجيبش طبق من عند الجيران، داري على شمعتك لغايه لما تاكلي المقلوبه تتحكي. خلي بالك. لازم تجيبي طبق، بس هتعملي المقلوبه في طبق مدور، بتجهزي الطبق اللي هتعملي فيه المقلوبه والصينيه. تبداي تجيب الرز يتغسل، يتشوح على النار مع بصله وتومه حلوه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ لو البصل تحميرته هنا، البصل الاخضر مع السجق بشخصيته. متدلع. حلو، نجيب الصينيه اللي هتخش الفرن. اللهم صل على النبي. اهي خلصنا من طاجن السجق بتاعنا. نعمل ايه يا عم الشيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله، شويه من الحاجات الحلوه دي كده. فاكرين البصل ده لما اتحمر؟ حاضر، اديني هسه بس اركب الطاجن ده وناخد بعضنا ونجري. بيقولوا لي لازم نطلع فاصل ولازم نسمع كلام الكبير. ناخد السجق بتاعنا شياكة. اللهم صل على النبي. زي ما هو كده اهو. بص فين؟ يلا يلا. الله، اتهرى؟ لا. اتكسر منك؟ لا. ونسويه كده. الطاجن ده بقى ادعي لي لما تدوقيه بقى بالشكل. ليه بقى؟ لان السر في الطاسه. وقال لك المغازي جاب الخلاصه. زي ما هو كده هندخله الفرن في درجة حرارة 180. هندخله الفرن ونطلع من اللوكيشن بتاعنا كالعادة من عند الفرن الفاصل بتاعنا. زي ما هو، مش هقرب منه، هو جاهز. ده طاجن السجق بمدرسة المغازي. نظرة الوداع. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. يلا. بعد الفاصل تعالوا نرجع نشوف هنعمل البطاطا الحلوة ازاي بطريقة حلوة كده مميزة وفي نفس الوقت حاجة جديدة. نستأذن فريق العمل مقادير البطاطا الحلوة على الشاشة. بطاطا اتسلقت بالقشرة، وبعد ما اتسلقت قشرناها بعد ما بردت كده واتهرست بالشوكة، بقت معانا بالشكل ده. زي ما هي. وجنبيها فتات الخبز، بنجيب التوستة والعيش الفينو نكسره بالشكل ده كده. ومعانا من السميت معلقتين، احنا هناخد معلقتين ثلاثة من الكمية دي. ومعانا من النشا معلقتين. حلو، هنحط المقادير كلها جنب بعضيها. ومعانا فستق حلبي مطحون ناعم. تعال شوف الحلو الاختراع اللي البغاز ده هيعمله هيمشي معانا ازاي. ما هو المطبخ يعني ايه؟ حب، ابداع، رؤية، فن.
ما هوش يعني حاجة أساسي إن أنا أكون مثلا المبكبكة لازم يتحط لها البهارات اللي كذا واللي تتجاب من أماكن، لا خالص. هي فكرة المبكبكة إيه؟ إنك أنت بتساوي اللحم مع المكرونة وتسيبه في الطاسة لغاية لما يبكبك كله مع بعض، جات الاسم من هنا. المقلوبة زي أخونا اللي اتصل فينا من شوية حبيبنا قال لك بتتعمل إزاي، الرز بيتعمل بيتفلفل، اللحم برضو بيستوي او الفراخ، بنعملها بالبتنجان بالقرنبيط. اخواننا في بلاد الشام والخليج بيحبوا ياكلوها دايما بالزهره اللي هو القرنبيط او البتنجان، ممكن نعملها بالفراخ حسب الرغبه. خلونا تشوف اللحم استوت ولا لسه علشان ننزل بالمكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عايزين نكسب وقت. حاضر يا فندم. بيقول لي الطاجن اخباره ايه؟ انا عارف انت مركز مع الطاجن السجق. بالله عليك اللحمه شوف، بص بص انا بس اوريها لك استوى، اوريها لك والله استوت ولا ما استوتش. اه وعلى عينك يا تاجر. اه لا اهو بص. استوت. والله استوت. بص يا باشا والله العظيم بتتقطع تقطيع. يعني هي كمان غلوه وخلاص. استوت بامانه والله، عايزه شويه. دي اللحمه طبعا لو كنت قعدت قدامها ساعة ما كانتش هتستوي. هنسيبها على النار. حلو الكلام، برضو على النار كده، اخبار النار ايه؟ زي الفل تمام. تعالوا مع بعض. ايه البطاطا الحلوة؟ البطاطا الحلوة معايا اهي زي الفل. بعد ما سلقناها وشلنا القشرة بتاعتها حطيناها كده. أنا عايز بس نركز على البطاطا الحلوة لأنها قيمة غذائية عالية جدا، وأنا لو قعدت أتكلم عنها للصبح مش هيكفي. خلي بالكم، نشويات، كربوهيدرات، آمنة، السكريات بتاعتها، كل ده مفيدة زي الفل، بتلعب دور مهم جدا في تكوين العظام والجسم في المراحل الأولى من العمر. فالبطاطا حتى لونها برتقاني بيفتح النفس. كل ده يعني كبسة زر كده على التليفون اللي بين ايدك دلوقتي اللي قاعدة عليه، قولي فايدة البطاطا الحلوة بس، خلص الكلام. هتعرفي فايدتها ايه. ننزل بالسميتة الناعمة اللي هتخلي ده قوام اهو. تعالوا مع بعض. دي مش مكتوبه في المقرر يا استاذه ريحام، خلي بالك. هتقولي لي ده ايه؟ لقيتها في ايدي كده لما المخرج قال لي خليك على جنب لغايه لما نستعرض الايه الكاونتر بتاعنا. اقول لكم على الحقيقه اتعودتوا على كده، اعمل ايه؟ فلقيت استفنديه حلوه جاي كنت عايز هنزل بالعصير بتاعها ده كده على البطاطا. ايه المطبخ السهل ده؟ ممكن بدل الاستفنديه دي كلمنتينا دي ممكن تنزلي بعصره ليمون عادي، بس انا لقيتها بين ايديا بصراحه ما قدرتش اقاوم. نطلع الطاجن بتاعنا. ايه الحلاوه دي؟ تعالى يا سجق. يعني عايز اقول لك يعني بدل الليمون حطيت كلمنتينا، طعمها بالتاكيد هيكون مع البطاطا حلو. نطلع الطاجن السجق بتاعنا. تبص عليه في الفرن قبل ولا تحب ايه يا غالي؟ الله عليك. ما اقولكش ده عايش شوية عيش بلدي أو شوية رز أبيض كده حلوين بألف هنا وشفا للي ياكل. ده طاجن السجق بتاعنا الحلو. يلا 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 يلا، إيه الحلاوة دي؟ حلو الكلام؟ طالما استخدمت بقدونس بإيدي عشان هشتغل، أغير الجلافز على طول عشان هشتغل في حلو. متخليش حد يا شيف يركز معاك. ده الطبيعي. هنعمل إيه يا عم الشيف تاني؟ معلش عشان نرجع تاني للموضوع بتاعنا. حطيت فتات الخبز، حطيت سميتة ناعمة، حطيت البطاطا الحلوة بتاعتنا بالشكل ده كده اهو. حلو، وأقلبها كده. عايز قوام معين، هنبص عليه دلوقتي. بديها معلقة نشا صغيرة عشان تبقى معايا كريسبي زي الفل، ونعجنها بإيدينا. دي عجينة. وعندي زيت بيسخن على النار. هتقولي لي دلوقتي يا شيف مغازي، هل الزيت اللي انا احمر فيه ده زيت يعني خاص ليها؟ يعني لو محمرة فيه بطاطس مقلية قبل كده مفيش مشكلة، بس مش جابليش زيت بقى محمرة فيه سمك او فراخ. يعني انا اهوت مديك اوبشن، لو الزيت انت محمرة فيه قبل كده بطاطس يمشي حاله، غير كده لا. عشان كده انا هعمل ايه؟ هحمرها في طاسه على عيد البوتاجاز عشان الفلاسفه. شفت البطاطا؟ زي الفل. هاخد بعد كده دلوقتي زي ما هي كده
حلو، وهاجي ايه ابدا احمر فيها بمعلقه كده في قلب الزيت. تطلع من قلب الزيت يا عم الشيف المغازي تلاقي السكر البودر او تلاقي شربات، ولكن يفضل سكر بودر مخلوط بقرفه. دي تطلع من الزيت تلاقي سكر بودر مخلوط بقرفه. هنحط الزيت بتاعنا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عينيا حاضر. حط الزيت بس علشان يبقى فيه مصداقيه، تعودنا عليها على شاشه القناه الاولى والتلفزيون المصري. اه ده زيت. اه شكرا. هسيبه يسخن وسيبوني احمر، بس بقى صراحه لازم الزيت يسخن. بس خلينا نعمل حاجه قبل الفاصل عشان نبقوا مع بعض. هنزل بالمكرونه في المبكبكه. مخرجنا اساتذه المصورين حبايبي. اه يلا اه ممكن نطلع فاصل من هنا لو حابين. اه لحظه تعرف المكرونه على المبكبكه. اه 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 هنطلع فاصل صغير ونرجع للمبكبكه. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ببساطة خالص احنا عملنا في الفاصل، قبل ما اطلع الفاصل للمصداقية حطينا المكرونة في قلب النار وسامع صوت المكرونة وهي بتبكبك. تسمعوا معايا؟ تسمعوا معايا؟ بجد الصوت يعني يجوع يجوع والله يا شفيق. ما في أكلة كده شكلها يجوع وصوتها وهي بتغلى على النار يجوع زي المبكبكة كده وهي بتبكبك. سامعوا؟ خش جوه الحلة. تمام يلا اي خدمه. هنشيل الغطا ده كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ عايز الارض الفلفل الاحمر ده؟ عينيا حاضر اغرفه لك مع طبق. عايز الارض الفلفل الاخضر ده؟ عينيا اغرفه لك مع طبق. معايا شوربه الطماطم صيامي على الشاشه عشان طبعا احنا مع بعض اخواننا المسيحيين. احنا بنعمل اكلة صيامي، اكلتين صيامي كل يوم عشان نفطر مع بعض. وكالعادة على شاشة القناة الاولى لنا مفاجآت في ايام العيد، وهنعمل الديك الرومي وهنعمل كل حاجة حلوة نفسكم فيها بإذن الله تعالى. معانا طماطم مضروبة او عصير طماطم، معانا بصل وتوم وكرفس جاهز، وهعمل شوربة الطماطم صيامي بزيت الزيتون. حلو. سيب المبكبكة على النار بتستوي. العين البوتاجاز زي ما انا عملت طاجن السجق كده مش لازم يخش الفرن، بس انا دخلته الفرن عشان الشو، انما هو كان البصل استوى وكل حاجة استوت والسجق استوى في قلب النار في قلب الزيت سوري، وبعدين نقدمه. ده بالنسبة للسجق. اما الكبدة ممكن نحطها على عين البوتاجاز، نقطعها عصافير صغير مع فلفل حار مع توم مع خل مع كمون، ونبقى عملنا الكبدة الاسكندراني تبقى لطيفة وجميلة. شايفين البطاطا الحلوة دي؟ مش زلابيه، دي مدرسه الزلابي. واولادنا بياكلوا حاجه ايه حلوه وصيامي كمان صيام. فيهاش حاجه خالص وصحيه والله، يعني ما يغركيش ان هي متحمره في زيت عادي خالص. هي مش هتشرب زيت لان انا مامن بمعلقتين سميت، وكمان البقسماط او فتات الخبز المطحونه، العيش بتاع الفينو اللي كنا عاملينه اللي قال سندوتشات وما اكلوش. ما تنسيش يكون عندك طبق فيه شويه ميه، من وقت للتاني تحط المعلقه في الميه كده علشان ايه تسلك لك الايه البطاطا من قلب الحل. حاجه كده كريسبي لطيفه وجميله، وهتبقى كريسبي بمناسبه ايه يا شيف؟ هي البطاطا الحلوه؟ لا، بان انا حاطط نشا وحاطط سميت. عارفه حاطط سميت ليه؟ نرجع لمدرسه بلح الشام. بلح الشام بيكون مرمل في المحلات الكبيره ليه؟ ونبيع الكيلو ب 300 400 جنيه، لانه بيتعمل بتكنيك عالي من الخبره واللي بنى مصر في الاصل حلواني.
العجينه بتاخد معلقتين سميد ناعم، وقت ما هي بتتحط على النار مع البيض مع الفانيليا مع الميه المغليه تاخد السميد الناعم وتبقى لطيفه وزي الفل. كفايه؟ حاضر يا غالي. بس ما تجيش تقول انا عايز طبق، انا هقعد احمر للصبح كده. الجيران والحبايب وكل الناس تاكل البطاطا دي. شيلها بقى خلاص. حاضر عينيا اسمع كلامك. تمام، هنجهز طبق التقديم للزلابيا وشوربه الطماطم بتاعتي جاهزه زي الفل على النار. بس بصراحه عايز اعمل لها طشه حلوه كده ادلعها، يعني شوربه الطماطم عجباني. او ما اعمل ايه بقى، اجيب طاسه اخدم عليها، ما لما طالما انا عايز اعمل شوربه الطماطم صيامي اخدم عليها ومعانا من الوقت الكافي. نار زي دي كده، هنحط في النار دي يا عم الشيف معلقتين زيت زيتون، هو المفروض زبده بس دي صيامي، كفايه الزيت ده كده. وهنحط في زيت الزيتون ده تومه حلوه، كانك بتعملي طشه ملوخيه يعني. حلو، ونقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار الزلابيه ايه؟ تبص عليها كده اهي، تحب انت الحاجات دي. بص، عجنت يا باشا، واحده بنهزر، هي بطاطا بس في قلب الزيت عصافير زلابيه. حلو، المكبكه نغرفها. يلا يا غالي. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. لحم المجلجل. الله، يلا نغرفها مع بعض. تسلم ايدك يا عم الشيف. بقى شويه بقدونس، انا بحب البقدونس بقى. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. عايزينها سبايسي، انا حاطط فيها فلفل حار، القرن الفلفل في الايد الشمال ومعلقه المكرونه في الايد اليمين، والاهاليب ويابا. طبق التقديم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله، تستاهل طبق حلو زي ده كده. وسع وسع، المبكبكه واصله. بسم الله، ناخد اوبا. يلا جاهز، خرجنا. حبيبي هارتي، دلعني بالله عليك. قلب الصغير لا يتحمل. لا، اللحمه زبده، اللحمه ملبن في قلبيها. الف انا وشيفه للي ياكل. تمام، المبكبكه خلاص، اللحمه مبينها على الوش كده عشان يبان الكرم. قول اللي عايز ايه. الف انا وشيف، نروع الطبق. بسم الله، معانا الشوربه بتاعتنا، هنحط الكزبره الخضراء دي معلش للتومه هنا، نحط على درش جديده كده هنا. دي الشوربه، وشوربه صيامي. شفت ريحه الكزبره الخضراء مع الكزبره الناشفه مع التومه، هتخلي شوربه الطماطم دي تلعلع. عملنا اربع اطباق النهارده، بجد كل طبق بيتكلم عن نفسه، اذا كان من الخبره الطهويه، اذا كان من شهاوه الطعم. زي الفل، نحط شويه بقدونس حلوين كده. الله عليك يا عم الشيف، الطشه بتاعتي. يلا اهي، بص يا اخوانا، يلا ادي شوربه الطماطم اهي اهي اهي. العب العب هنا اهو حبيبي. هو ده. دي شوربه الطماطم ولا ملوخيه دي يا شيف؟ شوربه الطماطم صيام اهو. يا ويلي، الف انا وشيفه للي ياكل. معلقه سكر عشان اللي يشرب منها من كبار السن، ما تجيلوش مشكلة في الحموضة. يلا قلبها وغرفها. خلصت شوربة الطماطم واحنا مع بعض. هنشوف زلابية دلوقتي تاكل صوابعك وراها. الله، ألف أنا وشيف. طبق الشوربة، بسم الله. ممكن نحط كرفس حسب الرغبة. ممكن نحط عينيا.
حاضر حاضر عينيا اهو تعذبني انت بس بحبك اهو. صوت 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 قوي 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 العب اهو تمام. دي شوربة الطماطم. مش مطلوب منك تاني تخش المطبخ تعملي الاكل ده كله. خلي بالك احنا بنعمل عشان نتعلم عشان نستفيد عشان يبقى عندنا اكتر من اختيار اكتر من اوبشن ان احنا نبقى على السفره بتاعتنا فيها تنوع كل ده. اه عينيا حاضر اطلعها ده. انا بخليها تقرمش بس انا عايزه ايه اسمع صوتها كده وانا باكلها. اه بس روق الدنيا دي كده حلو. نشوف مع بعض البطاطا الحلوه مقرمشه ازاي. اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اول مره اشوف البطاطا الحلوه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي عايزه سكر بودر وبس. تعمليها لاولادك كده اللي عنده الانيميا ياكل منها. حلو بثلاثه تعريفه. البطاطا الحلوه عند الفكهاني مش لاقيه اللي ياخدها. ليه؟ تحطها في الفرن بتقعد وقت كبير. ريحتك منها اسلقيها شلت القشره قشرتيها وهي بارده. وليه نسلقها بالقشره يا مغازي؟ عشان نحافظ على الكربوهيدرات والنشويات بتاعتها. شيل الزيت من النار عشان الاولاد الصغيرين لما يخشوا المطبخ ده الطبيعي. وده طبق التقديم. هنقلب دلوقتي شويه سكر بودر مع قرفه ناعمه ونحطهم على الوش. بس خلينا نشيل الطبق ده من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مهم جدا اختياري برضو يعني. ده سكر قرفة وادي القرفة معانا يفضل ده يعني. اه الاتنين معانا. معانا فوزد وحلبي كمان زي ما حضراتكم بتحب. اه بطاطا حلوة وحقوق الطبع لدينا وبس يا مغازي على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. اه سامعين صوت القرمشة دي كده؟ اه وممكن على فكرة نقطعها أصابع زي البطاطا المقلية البنفريت عادي اللي بناكلها في بعض المطاعم ممكن. بس بتاخد وقت كبير في الزيت وبتشرب زيت ولازم تتعمل بتكنيك عالي ومتبقاش حلوة يعني. أنا ما حبيتهاش وهي مقلية بصراحة مش عارف ليه. سكر بودر مع ان هي مسكره يعني البطاطا حلوه. قرفه ناعمه اختياري برضو. فستق حلبي غناوه الف هنا وشفا زي الفل. طبق جديد وزي ما قلت لحضراتكم دايما لما بنعمل جديد لازم نسمع السلوجان بتاعنا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. المنيو بتاعنا النهارده فيه زحمه شغل شويه بس عشان اخواننا طبعا المسيحيين احنا مع بعض على ارض واحده وارض وطن واحد فلازم نحنا نعيش اللحظه الجميله واللحظات الجميله والايام الحلوه مع بعض. في الصيام بنعمل اكل صيامي في الفطار بنعمل كل الاكل اللي يناسب حضراتكم. النهارده عملت شوربه طماطم صيامي بتكنيك عالي. شفت الطشه عملتها ازاي بتتكلم عن نفسها على الشاشه. وعملنا كمان الزلابيه سموها البطاطا الحلوه المقرمشه سموها عملناها بالسكر والقرفه. عملنا طاجن سجق بلدي لطيف وجميل بتكنيك عالي. عملنا المبكبكه من المطبخ الليبي وتحيه كبيره لاخواننا الليبيين الشعب وشعب واحد كله. طيب عايز اقول لحضراتكم على حاجه. في مهم جدا ان احنا لما نخش المطبخ نيجي بكره نعمل المبكبكه هنعملها بشكل تاني. لما نيجي بكره نعمل شوربه الطماطم هنعملها بطعم تاني. لما نيجي نعمل طاجن السجق هنعمله بطعم تاني. هو ده المطبخ. وربنا سبحانه وتعالى عادل في مخلوقاته ان هو كل حاجه على الارض سواسيه للبشر. فراخ واحده، لحمه واحده، سمك واحد، المكرونه واحد، الرز واحد. ولكن الايادي والاصابع الايادي والاصابع العشره دولت هم اللي بيختلف من ايديهم الطعم. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. We'll be right back.
موسيقى.